بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 19. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآيات الكريمات وجه الله النداء إلى بني إسرائيل خاصة، بعدما وجه النداءات السابقة إلى جميع الناس. وبنو إسرائيل هم شعب اليهود، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل أيضا. وإسرائيل يقولون بلغة العبرية عبد الله، لأن إسر عبد وإيل هو الله، إذن فيكون إسرائيل بلغتهم عبد الله وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم ذريته يقال لهم الأسباط، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، لأن أولاد يعقوب عليه السلام 12، لأن أبناء يعقوب عليه السلام 12، كل ابن صار له ذرية وتناسلوا فصاروا هذا الشعب الكبير بنو إسرائيل. ناداهم الله باسم إسرائيل ولم يقل يا معشر اليهود أو يا أهل الكتاب، بل قال يا بني إسرائيل، تذكيرا لهم بأبيهم يعقوب عليه السلام نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، من أجل أن يرجعوا إلى دين أبيهم يعقوب عليه السلام الذي تركوه وانحرفوا عنه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كان من اليهود طائفة نزلوا في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون بعثة نبي يبعث في آخر الزمان، يجدون أوصافه عندهم في التوراة والإنجيل
فنزلوا في المدينة لأنهم يعلمون أن هذا النبي الذي سيبعث سيهاجر إلى المدينة فيتبعوه ويقاتل المشركين، كما قال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نبي في آخر الزمان نتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من العرب ومن ذرية إسماعيل حسدوه، لأنهم يريدون أن يحتكروا النبوة في بني إسرائيل. فلما كان هذا النبي من ولد إسماعيل ومن العرب حسدوه وتكبروا عن اتباعه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا أوصافه وتيقنوه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، هذا السبب، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الذي حملهم على هذا هو البغي وهو الحسد، لا عن جهل به وإنما عن عناد وحسد وتكبر، كما حصل من إبليس مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل علينا. ما دام الذي أنزل عليكم من الله وهذا من الله، فلماذا تقتصرون على ما عندكم وتتركون ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم والكل من عند الله، ويكفرون بما وراءه، يعني يكفرون بما ليس عندهم؟ وهذا من التعصب الممقوت المذموم. فالمؤمن يتبع الحق أينما وجده ولا يقتصر على ما عنده، بل إذا جاءه الحق قبله، وهو الحق مصدقا لما معه. هذه صفة اليهود مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوه فكفروا به عن علم ومعرفة به عليه الصلاة والسلام. وكانوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم من اليهود، وكلهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أفرادا منهم من الله عليهم بالهداية تبعوا الحق، لكن الغالبية منهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم العهد والهدنة، عقد معهم العهد والهدنة على أن يكفوا شرهم عن المسلمين، ولهم أن يعيشوا في المدينة على أملاكهم وعلى عقاراتهم، عقد معهم العهد على المسالمة والمصالحة، لكنهم أيضا نقضوا العهد، فسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم من قتل، وأجلى منهم من أجلى، إلى أرض الشام وإلى خيبر. وفي النهاية أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب، فأخرجوا من جزيرة العرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
كل هذا بسبب كفرهم وعنادهم وتكبرهم على الحق. فذكرهم الله جل وعلا في هذه الآيات: يا بني إسرائيل أنتم أولاد نبي، كان الأجدر بكم أن تتبعوا هذا النبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤمن بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا لأنهم إخوة، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بهذا الرسول كما كان أبوكم يعقوب عليه الصلاة والسلام يؤمن به، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم يعقوب جد بني إسرائيل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أخذ الله عليهم الميثاق أنه إذا بعث وأحد منهم موجود أن يتبع ويؤمن به. فالله جل وعلا يذكرهم بأبيهم إسرائيل عليه السلام الذي هو من جملة الأنبياء الذين أخذ الله عليهم الميثاق ليتبعن محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إن كفركم بهذا الرسول هو من كفران النعمة، من أعظم كفران النعمة، والواجب عليكم أن تشكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم بني إسرائيل ببعثة الأنبياء منهم وإنزال الكتب عليهم، وجعلهم خير العالم في زمانهم، خير العالم في زمانهم بما أعطاهم الله من الرسالات ومن الكتب، وميزهم بذلك على غيرهم من العالمين. فكان الواجب أن يشكروا هذه النعمة فيؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بهذه النعمة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ومعنى ذكر النعمة شكرها، اذكروها فاشكروها. والشكر له ثلاثة أركان: الشكر يكون باللسان بأن تذكر النعمة ويثنى على الله بها، وأما بنعمة ربك فحدث، تذكر باللسان. الركن الثاني الاعتراف بها في القلب بأنها من الله جل وعلا، ولا يكفي أن يذكرها بلسانه وهو ينكرها بقلبه، بل لا بد أن يعترف بقلبه أنها من الله جل وعلا وأنها فضل من الله. الركن الثالث العمل، أن تستخدم هذه النعمة بالعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تستعمل في معصية الله عز وجل، ولا تستعمل للكبر والفخر والخيلة، بل تستعمل في طاعة الله. هذه أركان الشكر: التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. فإن اختل ركن من هذه الأركان فإن الشكر يكون غير موجود، يكون غير موجود، ولا يتحقق الشكر إلا بتحقق هذه الأركان الثلاثة.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فكان الواجب عليكم من شكر هذه النعمة أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفرتم بجميع نعم الله سبحانه وتعالى، وأني فضلتكم على العالمين. اتقوا نعمة، اشكروا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. هذا أمر آخر، أمر ثاني، أوفوا بعهدي. الله جل وعلا أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم العهد أن يطيعوه فيما أمرهم به ويجتنبوا ما نهاهم عنه. أخذ عليهم العهد في ذلك، أن يطيعوه فيما أمرهم الله به، ومن ذلك أنه أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا العهد هو المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، لاحظ هذا، وآمنتم برسلي ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعزرتموهم، يعني وقرتموهم، تعزير هنا معناه التوقير والإكرام والاحترام، وأقرضتم الله قرضا حسنا، قدمتم من أموالكم في سبيل الله للمحتاجين والفقراء والأيتام، هذه صدقة وهي قرض تقرضونه الله جل وعلا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن جملة نقضهم هذا الميثاق كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا نقض للميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم وعلى أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوفوا بعهدي، ومن جملة العهد آمنتم برسلي ومنهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل، لأن من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، الجزاء من جنس العمل، أن من وفى مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يجزيه الجزاء الأوفى، الجزاء من جنس العمل، فمن وفى وفي له، ومن لم يوفي فإنه يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم، ومن جملته الإيمان برسلي ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم، لأن الله جل وعلا كريم لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن وفى بعهد الله فإن الله سبحانه وتعالى يوفي بعهده وينجز وعده له، لأن الله جل وعلا لا يخلف وعده. ومن أوفى من الله جل وعلا وإياي فاتقون، إياي فاتقون ولا تتقوا غيري. الإنسان يراقب الله جل وعلا فيؤدي ما أمره الله به
ويجتنب ما نهاه الله عنه، ولا يترك طاعة الله من أجل غرض آخر أو من أجل إرضاء أحد من الخلق، بل يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف من الله، ولا يخاف أحدا غير الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا هو المؤمن. أما الذي يخشى الناس أو يتبع هواه أو يترك الحق زهدا به، فهذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. وفي تقديم المعمول في قوله إياي فاتقون ما يفيد الحصر، ما يفيد الحصر، وهو أن تكون التقوى لله وحده، ولا يتقى غير الله، ولا يخاف ويخشى من غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال لما أمرهم بهذه الأوامر نهاهم عن أشياء: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. وآمنوا بما أنزلت، نعم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن مصدقا لما معكم، موافقا لما معكم من التوراة والإنجيل. لم يخالف التوراة والإنجيل في شيء، بل هو موافق ومصدق، فما وجه كفركم بالقرآن مع أنه موافق لما معكم، وأنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة والإنجيل، فلماذا تكفرون بالقرآن وهو يوافقها ولا يخالفها ويصدقها؟ آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. شوف، أول كافر به، الواجب أن تكونوا أول مؤمن به، لأنكم أهل علم وأهل معرفة، فالواجب أن تبادروا بالإيمان به قبل غيركم، لكنكم عكستم فصرتم أول كافر به والعياذ بالله، عن عناد وعن استكبار. ولا تكونوا أول كافر به، هذا تعيير له في أنهم يعلمون أنه الحق، فكان الواجب عليهم أن يبادروا بالإيمان، ولكنهم عكسوا الأمر فصاروا أول كافر به، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الذي حملهم على هذا هو الحسد والبغض للحق والبغض لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من قبيلهم، وإنما هو من قبيل العرب، من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وبقية أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا أول كافر به، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به وإياي فارهبون. إياي، شوف، مثل إياي فاتقون، ارهبون يعني خافوا، الرهب هو الخوف، خافوا من الله جل وعلا أن تغيروا دينه وأنتم تعلمونه، لأن من فعل ذلك فإنه يستحق أشد العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
يعني لا تستبدل الإيمان بالكفر، الاشتراء هو الاستبدال، بدل أن تؤمنوا بآيات الله وهي القرآن والتوراة والإنجيل، بدل أن تؤمنوا بها تكفروا بها طمعا في الدنيا أو طمعا في الجاه، لأنهم يظنون أنهم إذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقدوا عزهم وفقدوا جاههم وفقدوا مكانتهم. وهذا هو أغلب ما يمنع الناس من الإيمان، حب الرياسة والعياذ بالله، حب الرياسة وحب الترفع يسبب الكفر بالحق، لأنه يتخيل أنه إذا آمن بالحق سيتخلى عن منصبه، ولا يعلم أنه إذا آمن بالحق فإن الله سيرفعه ويعزه ويعطيه من الدنيا والآخرة ما هو خير من منصبه ومكانته، لأنه لا يثق بالله سبحانه وتعالى. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهذا يشمل كل من ترك الإيمان خوفا على منصبه أو خوفا على ماله أو خوفا على جاهه، فإن هذا يشمله أنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. الدنيا كلها قليل، لو أن الإنسان أعطي الدنيا كلها فهي متاع قليل لا تغني عن الآخرة شيئا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن خوفا على مناصبكم وخوفا على أموالكم وخوفا على شرفكم كما تزعمون. ولهذا جاء في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الإنسان على المال والشرف لدينه. الإنسان قد يترك الحق طمعا في المال، أو يترك الحق طمعا في الرياسة والمنصب، فيشتري المتاع القليل، يشتري المتاع القليل بالآخرة التي لا يعادلها شيء، وهذا من أعظم الغبن ومن أعظم الخسارة والعياذ بالله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون، أي خافوني ولا تخافوا غيري. ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا نهي آخر. لبس الحق بالباطل يعني خلط الحق مع الباطل. الواجب أن يميز الحق من الباطل، وأن يؤخذ بالحق ويترك الباطل، أما الخلط بين الحق والباطل والكفر والإيمان فهذا مناف لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا يغرر بالناس إذا ترك الأمر من غير تمييز بين الحق والباطل، فإن الناس يتضررون بذلك، يقعون في الباطل يظنونه حق. وواجب العلماء أن يميزوا بين الحق والباطل، كان من واجب بني إسرائيل وهم علماء أن يميزوا بين الحق والباطل. فما هم عليه من اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وحده، فلا يجوز الخلط بين اليهودية والنصرانية والإسلام ويقال كله سواء كله دين، لا، هذا خلط بين الحق والباطل، بل يقال إن الإسلام هو الدين الحق وما عداه فهو باطل، لأنه إما منسوخ بالإسلام وإما محرف ومغير عما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولم يبق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن دين غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام،
وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذين الآن في هذا الوقت يدعون إلى الحوار بين الأديان وإلى التقارب بين الأديان يريدون لبس الحق بالباطل، يريدون أن يقولوا إن اليهودية دين من الله والنصرانية دين من الله والإسلام دين من الله، باطل والعياذ بالله، لأنه ليس هناك دين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن غير الإسلام. أما اليهودية والنصرانية فإنها قد نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، تبعوا لا بد من الاتباع، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالته عامة لليهود والنصارى والعرب والعجم وكل الثقلين الجن والإنس، يجب على الجميع طاعته واتباعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فهذه الدعوة إلى التحاور بين الأديان الثلاثة وإلى المهادنة بين الأديان الثلاثة والتقارب بين الأديان الثلاثة هي من لبس الحق بالباطل والعياذ بالله. ولا تلبسوا الحق بالباطل. وكذلك الذي يؤول الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى، يؤول أسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة، هذا من لبس الحق، من لبس الحق بالباطل، من لبس الحق وهو تنزيه الله، لأنهم زعمهم ينزهون الله عن النقائص، هذا حق، لكن نفيهم للأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه هذا باطل، فهذا من لبس الحق بالباطل، نسأل الله العافية. إذا قيل لهم: لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى. نعم، تنزيه الله واجب، لكن ليس معناه أننا ننفي ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، هذا من لبس الحق بالباطل. كذلك الذي يدعو غير الله، الذي يدعو غير الله من أصحاب القبور ويتقرب إليهم ويذبح لهم وينذر لهم، فإذا قيل له: هذا شرك بالله، قال: لا، ما هو هذا شرك، الشرك عبادة الأصنام فقط، أما هذا فهو توسل وطلب للشفاعة، فهذا من لبس الحق بالباطل، لأن التوسل المشروع ليس عبادة القبور والأضرحة، التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله هو التوسل بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه. التوسل إلى الله هو طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، الصالحين الأحياء، تقول لهم: ادعوا الله لي بكذا وكذا، فيدعون الله، هذا التوسل المشروع. أما التوسل بالقبور والذبح للأضرحة والنذر للأضرحة
والطواف بها والعكوف عندها فهذا شرك أكبر. جاءت جميع الرسل وجميع الكتب بإبطاله، هم يقولون لا هذا ما هو شرك، هذا إنما هو تقرب إلى الله بأوليائه. نقول هذا لبس الحق بالباطل والعياذ بالله. كذلك الذي يلوي عنق أعناق النصوص ويحرفها ويحل الحرام ويحرم الحلال من أجل أهواء الناس أو رغبته وشهوته، هذا من لبس الحق بالباطل. الذي يفسر النصوص بغير تفسيرها الصحيح من أجل أن توافق مذهبه أو توافق مذهب من يقلده، هذا من لبس الحق بالباطل. فلبس الحق بالباطل باب واسع يدخل فيه كل ما هو تغيير للحق عن وضعه الذي وضعه الله عليه إلى وضع آخر يتنافى مع الحق. ولا تلبس الحق بالباطل، ومن ذلك أن تقول نحن أتباع موسى ونحن على حق، ويقول النصارى نحن أتباع عيسى فنحن على حق، فلسنا ملزمين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نقول هذا من لبس الحق بالباطل، لأنكم تعلمون أن الله أوجب عليكم بل أوجب على أنبيائكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأديان تنتهي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون هذا. فهذا من أعظم لبس الحق بالباطل والعياذ بالله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذه المصيبة، كتمان الحق وعدم إظهار الحق من أجل أن يحقق الإنسان شهوته أو رغبة غيره أو طاعة لغيره من الناس، ما يقدر يزعل الناس، ما هم بين إن الحق يخشى أنه يغضب الناس أو يغضب فلان وعلان، هذا من كتمان الحق والعياذ بالله. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ومن كتمان الحق كتمان وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كتموا ما عندهم من الأدلة على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فغرروا بعوامهم وجهالهم فتحملوا آثامهم. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم يعني النصارى قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين، فإنما عليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين والعوام والجهلة، يعني إذا لم تؤمن بي فإنك تتحمل كفرك وتتحمل كفر من اتبعك من الجهال، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين والعياذ بالله. فكتمان الحق يلزم عليه أمور ومحاذير كثيرة، منها التغرير بالناس، تغرير بالعوام الذين لا يعلمون يظنون أنك على حق لأنك ما أظهرت لهم الحق. فهؤلاء اليهود كتموا ما عندهم من الحق على عوامهم وعلى أتباعهم
هذا الحق الذي هو الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم كتمان الحق. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، يعني أنتم على عمد في هذا الأمر ليس عن جهل. والإنسان إذا عصى الله على علم أشد إثما من الذي يعصي الله على جهل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من هذا؟ السبب في هذا أنه عصى الله على علم فأصابته هذه المصائب العظيمة. ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يقبل الحق بعد ذلك والعياذ بالله، لأنه لما تركه من أول الأمر حرمه الله من اتباعه فيما بعد عقوبة له. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، فلا يجوز لمن علم الحق أن يكتمه عن الناس، بل عليه أن يبينه للناس حتى يكون الناس على بصيرة. هذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء، بيان الحق للناس وعدم كتمان شيء من الحق، لأن هذا العلم أنزله الله للناس، ما أنزله لك وحدك تختزنه في صدرك وتترك الناس على جهلهم وعلى ضلالهم وعلى كفرهم والعلم عندك مخزون، هذا لا يجوز. فالواجب على كل عالم أن يبين للناس ما أنزل الله سبحانه وتعالى، رضي من رضي وسخط من سخط، حتى تبرأ ذمته وحتى ينفع الله من أراد له الهداية. ثم قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام، الصلوات الخمس، أقيموا الصلاة، لم يقل صلوا بل قال أقيموا، لأن المقصود الإقامة ليس المقصود مجرد صورة الصلاة. إقامة الصلاة هو الإتيان بها قائمة، يعني تامة بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها. وإقامة الصلاة على نوعين: إقامة ظاهرة وإقامة باطنة. الإقامة الظاهرة أن يأتي بالصلاة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. والإقامة الباطنة هي الخشوع، الخشوع في الصلاة، هذه إقامتها الباطنة. فلا تكفي الإقامة الظاهرة عن الإقامة الباطنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمقصود من الصلاة ولبها وروحها هو الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وآتوا الزكاة وهي حق واجب في المال، في أموال الأغنياء للفقراء، حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، ليست تبرعا وإنما هي حق واجب، ركن من أركان الإسلام، هي قرينة الصلاة، دائما يذكرها الله مع الصلاة. الزكاة أمرها مهم جدا. وآتوا الزكاة أي ادفعوها، آتوها يعني ادفعوها للفقراء والمحتاجين والمصارف التي عين الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف، لم يكتفي بقولها أقيموا الصلاة،
بل قال واركعوا مع الراكعين، فهذا يدل على أنه لا تكفي الصلاة منفردا، بل لا بد من الصلاة مع الجماعة. اركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين، وعبر عن الصلاة بالركوع لأن الركوع من أهم أركان الصلاة. فقوله واركعوا مع الراكعين بعد قوله أقيموا الصلاة، هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا من غير عذر شرعي، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. واركعوا مع الراكعين، فهذا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، وأن من صلى وحده وترك الجماعة من غير عذر فإنه عاص لله سبحانه وتعالى وآثم في ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة وترك صلاة الجماعة نفاق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال جل وعلا في المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا متصف بصفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. واركعوا مع الراكعين، ثم قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر، يعني بالأعمال الصالحة، البر هو الأعمال الصالحة، وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم، توجهون الأمر إلى غيركم، وأما أنتم فلا تأمرون أنفسكم بل تخالفون وتعصون الله سبحانه وتعالى. تأمر الناس بالطاعة وأنت تعصي ربك عز وجل، تأمر الناس بالصلاة وأنت لا تصلي، تأمر الناس بالصلاة مع الجماعة وأنت ما تصلي مع الجماعة، تنهى الناس عن المنكر وأن تأتي المعاصي والمخالفات، هذا لا يجوز. لا بد من الأمرين، الأمر الأول ترك المعاصي وأداء الواجبات، الأمر الأول لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات، الأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أصلحت نفسك فإنك تحاول إصلاح الآخرين، أما العكس وهو أنك تريد إصلاح الناس ولا تصلح نفسك فهذا يخالف ما أمر الله جل وعلا. وقد عاب الله عليه أهل الكتاب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ونبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فيشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه أولا، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عنده بعض التقصير وبعض المعاصي إنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، الواجب عليك أمران: أولا الاستقامة في نفسك، الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركت واحدا لم يسقط الآخر، إذا كنت على بعض المخالفات لم يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من هو كامل ما أمر أحد ولا نهى أحد، لأن النقص لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد.
ولكن باب التوبة مفتوح، عليك بالتوبة وإصلاح نفسك. أما أن تأخذ هذه الآية دليلا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول أنا ما علي إلا من نفسي، ما دام عندي مخالفات فإنه لا يجوز لي أن آمر بالمعروف وأنهى عن، هذا غلط. بل الواجب عليك الأمران، إصلاح نفسك أولا وإصلاح الآخرين. فإذا تركت واحدا لم يسقط عنك الآخر، مثلا إذا تركت الأمر في نفسك لم يسقط عنك أمر الناس، إذا تركت أمر الناس لم يسقط عنك أمر نفسك، بل لا بد أن تقوم بالاثنين جميعا، إصلاح نفسك وإصلاح الآخرين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تتركونها. ليس المراد بالنسيان هنا الذهول، وإنما لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان معفو عنه، لكن المراد بالنسيان هنا الترك، وهو لم يذهل ولم ينسى وإنما ترك نفسه. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، التوراة والإنجيل والقرآن فيها أنه يجب على من يأمر الناس أن يأتمر هو أولا في نفسه، ولا يأمر الناس وهو مخالف لهم فيما يأمرهم به، هذا يخالف العقل، أفلا تعقلون، هذا يخالف العقل. ولهذا يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وخيم. هذا من جهة العقل، عار عليك أنك تأمر الناس بشيء وأنت تخالفه، هذا يخالف العقل، فضلا عن مخالفة الشرع، أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، ما أعظم شأن هذه الصلاة، كم كررها الله في هذه الآيات. واستعينوا بالصبر، لما وجه لهم هذه الأوامر وهذه النواهي أرشدهم إلى ما يعينهم على تنفيذها، لأن هذه أحمال ثقيلة، هذه الأوامر والنواهي مسؤوليات وأحمال ثقيلة، ما الذي يعين على أدائها؟ الذي يعين على ذلك أمران، الصبر والصلاة. استعينوا بالصبر، والصبر هو حبس النفس، الصبر في اللغة الحبس، تقول صبرته أي حبسته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبسها مع الصالحين، ولا تجالس غيرهم، اصبر نفسك احبسها مع الصالحين ولا تجالس غيرهم، هذا الصبر في اللغة الحبس. أما الصبر في الشرع فهو ثلاثة أنواع، صبر عن محارم الله، صبر على طاعة الله، هذا الأول، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر، لأن فيها مشقة فيها تعب، فيحتاج الإنسان إلى الصبر عليها. مثلا الذي يقوم آخر الليل ويترك النوم، هذا فيه مشقة على النفس، يحتاج إلى صبر. الذي يجاهد في سبيل الله ويتعرض للموت والجراح، وهذا مشقة عظيمة، يحتاج إلى صبر. الذي يهاجر ويترك وطنه إلى بلاد الإسلام، هذا مشقة على النفس، لأن مفارقة الأوطان فيها مشقة على النفوس، ولكن الصبر يعينك على هذا. صبر على طاعة الله، هذا الأول. ثاني، صبر عن محارم الله، الله حرم عليك أشياء يجب عليك تجنبها، لكن نفسك تنازعك إليها،
وشياطين الإنس والجن يدعونك إليها ويرغبونك فيها، فتحتاج في تركها إلى صبر، إلى صبر وتحمل. هذا الثاني. الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن تحبس نفسك عن الجزع ولسانك عن التشكي ويدك عن شق الجيوب ولطم الخدود. الصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصابك مصيبة تؤلمك في نفسك أو في أهلك أو في مالك، لا تجزع يا أخي، اصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون ولا يجزعون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدر الله وقضائه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. ومن يتق الله، نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، تعلم هذا أنه بقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يعني يصبر على هذه المصيبة، يهدي قلبه، يهدي قلبه، يثبته على الإيمان. ومن يجزع فإنه يضر نفسه. المصيبة نازلة نازلة على كل حال، ما قضى الله لا بد أن يقع، لكن إن صبرت فلك الأجر، وإن جزعت فعليك السخط. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأنت تخسر الأمرين، المصيبة تقع بك وهذه خسارة، وتخسر الصبر والأجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. استعينوا بالصبر، الصبر أمره عظيم، لا بد من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله جل وعلا. استعينوا بالصبر. الأمر الثاني الصلاة، لأن الصلاة دخول على الله جل وعلا، ووقوف بين يديه، وذكر لله جل وعلا. فإذا دخلت في الصلاة فإنك تجد الراحة والسكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الصلاة على الصفة المشروعة فإنها تعينك، لأنها تصلك بالله جل وعلا، ولأنها تقوي الإيمان في قلبك وتبعث اليقين في نفسك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني وقع في شدة فزع إلى الصلاة، وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وهذا إنما هو في الصلاة التي تؤدى على الوجه المشروع بالخشوع لله عز وجل والإقبال على الله، فإنها تعينه على مشاق الحياة. والفائدة الثانية من الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تعين على المشاق، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتربي المسلم على الخير والطاعة. ثم قال جل وعلا وإنها لكبيرة، الصلاة كبيرة يعني شاقة، كل يوم 5 مرات، وربما تقوم بالليل وتصلي وتهجد ورواتب وصلوات، فيها مشقة على النفوس. النفوس ضعيفة الإيمان تشق عليها الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم ليس عندهم إيمان فهي ثقيلة عليهم.
إلا على الخاشعين الذين يدخلون في الصلاة دخول الخاشعين المخبتين لله، فإنها تكون قرة عين لهم، تكون سهلة عليهم ويفرحون بها. المؤمن يفرح بالصلاة إذا أقبل وقتها، يفرح بالأذان إذا سمعه، يفرح بالذهاب إلى المسجد، يفرح بقيام الليل لأنه يرتاح، يرتاح في ذلك. أما المنافق وضعيف الإيمان فإن ذلك يكون شاقا عليه. ولهذا لما قيل لبعض الكسالى: يا فلان لماذا لا تصلي مع الناس؟ لماذا إذا جاءت الصلاة تأخذ تقبل وتدبر قال: لا تقول يا أخي، والله إني الصلاة عندي أثقل من الجبل، الصلاة عندي أثقل من الجبل، ماذا أعمل؟ هذا لأن ما فيه خشوع والعياذ بالله، ولا فيه إيمان، فالصلاة صارت عليها أثقل من الجبل. فلا يعين على الصلاة إلا الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون يعني يتيقنون، لأن الظن هنا المراد به اليقين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليل يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله. فالظن هنا المراد به اليقين. الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة، أن هناك بعث ونشور، أن هناك جنة ونار، أن هناك حساب وجزاء، هؤلاء هم الذين تخف